الدخول إلى الصلاة لابد أن نأتي بشروط الصلاة. ويلامز دعدي يخكلي أتلامزي بيخكمش أتلامزي شرط ثاني تنوصله الحياة لي يزوني. من شروط الصلاة الإسلام: فلا تصح صلاة الكافر، صلاة المشرك، من يطوف حول القبور، من يدعو الأولياء والصالحين. دوحرة بيخكم لامز دعدي وضع اللي حخل دي اشتغى إسلام دعون بوف حبوسه وبخيلش حبوسه وبوتشنا لامز غوبل دي اشتغلت. نعم. والعقل: فلا تصح الصلاة من مجنون. شولغا حيق الخل دي شون يا هولاج حير يالغا يا كيرتن دي كوتشغا تسن تسن كلام الخوبال دي اشتات. وتصح صلاة الصغير إذا كان يميز وفرق بين الأشياء. تعقا جيم تشن لامز جيم بيري لامز قوتش دون قوبال دي اشتون تسنغا ويليلوش ولا همخ قاستم دي اشي ولا. ولابد أن ننوي بهذه الصلاة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. تأخذ إلى مصد عقوة تولي حون لا أدي يشتغى الله الله ريز والله هندع خبر. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. النية دي الشغناء تنية تمتك دوك دو عمبوغ يبقي تاني مهت تاني النية تعالى بدعة دو عمبوغ. ولابد من ستر العورة وأخذ كامل الزينة في الصلاة. اشتا عورة تعقول انخلي يشوها لامز دول اللي تسول صونغا ديكيول بدر دي يوغع. ولابد من الطهارة، نتطهر من النجاسة، نطهر البدن والثوب والمكان الذي نصلي فيه. اشتقهما تنوع بيغلو هما غينا يوقشا إذا حي ديغدو حي ميجين شو تلتعا حي دوخردو يو أعلامز دي شو ميتك يو إقوهم تنخلي يشوها. ولابد من رفع الحدث الأكبر بالاغتسال والأصغر بالوضوء. تنتع حدث علي شو يشتغل هما بيخكز دو تنتع يلاح تشين تير وقتو يوغا جيميول بيوغل دو يلاح تشين تي حقي الخليلي إذا دعي وقتو جيم لامز يتر تاني. ولابد من دخول الوقت فلا يصح أن نصلي قبل الوقت. تحقا تنتع بيخكز دو شخويو خانتي قيش خلي يشو لامز خانتي إتقيش لامز ديش لامز قوبل ديش دات. ويحرم إخراج الصلاة عن وقتها. اشتا شي لامز شي خينا تديش تلقيتنا قيتش خينا درا اذا ماكش داتون حرام دون. لابد من استقبال القبلة، من استقبال الكعبة، من استقبال مكة. يوغا كعبة قبلة حلاتي يزونا بوغ مكة كعبة